ما قدم ولا شيء، كيف يعني؟ يعني لم أسمع منه. ألم يعني يقدم خطة مثلا لا لتأسيس قوة عسكرية منظمة أو لعمل عسكري ما يعني ضد؟ أشياء بدائية جدا، بدائية وأولية، ممكن واحد جندي في كلية عسكرية يطلع لك حاجة، هذه الصحراء وهذه الموجودة كذا في هنا، يعني ما فيش حاجة ديتيلد أو حاجة يعني تفصيلية تدل على تدل، تميز أو عبقرية معينة عسكرية لم معينة. يخرج علينا بأي بادرة أو أي فكرة فيها نوع من الامتياز أو نوع من الجدارة وتخلينا يعني فعلا نندهش بأن هذا الرجل عنده مخ يعني لكن مع ذلك عسكري. أنتم